وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا عبدك ابن عبدك ابن أهدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم باسم سميت به نفسك أم استأثرت به أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحط والمرض. اللهم يا حنان ويا ديان اغفر لنا ولوالدينا واجرنا من النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا ورب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمنا ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمنا ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المقربين واجعلنا من أوليائك وأصفيائك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك.